حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك رمضان. اليوم ثاني رمضان، بغيت نحضر معكم في هذا الفيديو دي سيغار بالخضر. اولا كنحتاجوا العجين، هذه شي ما كملش زلافه، يعني 400 غرام. هذه 400 غرام ديال طحين الفورس ابيض، دير فيه شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الخل، شويه ديال المليحه، شويه ديال الخميره، شويه ديال الفخوماج، شويه ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الخميره، حبيبات، واللي عنده معجونه ما كاين مشكل، معلقه صغيره ديال الملح، هيا معلقه صغيره ديال الفخوماج، وشويه ديال الهريسه. غادي نخلطوا الكل بشويه الماء وغادي نرجع معكم. دونك كل واحد فاش كيعجن، اما بيدي اما في لاباري. انا بغيت نصدعكم بلاباري، راني عجنت فيها. العجينه كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي مويلوز، كتقدر تحكم فيها. كنديروها كويرات، ها هي انا درتها كويرات. كنخليوها هنايا على ما نقدر. فوالا، انا خليتها هنايا جانب، غادي نغطيوها ونخليوها. هنا عندي الحشوه المتكونه من فليفلات خضرين هكا، بوافرون فيغ، بوافرون روج. البوافرون روج فيه واحد اللذه احسن من البوافرون فيغ. دونك جوج فليفلات خضرين، جوج فليفلات حمرين، قريعه ممكن دير جوج. انا عوضت خيزويه بالبوارو. دونك عندنا بصله كبيره، عندنا شويه ديال الفخوماج، فخوماج غابي، وعندنا شي شويه ديال الكفته. الكفته حسب المستطاع، 100 غرام 200 غرام سا ديبو. وعندنا شويه القزبر ومعدنوس، وعندنا لي زيبيس اللي هما هادو، شي شويه ديال الملحه، شي شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار. هادي راه الهريسه حاره بزاف، ما بغيتش نكثر منها. القزبور مطحون، وشي شويه ديال الثوم. دونك نعاود لي زيبيس: مليحه، بزيره، تحميره، الهريسه مطحونه، عندنا هنايا القزبور مطحون، وعندنا شي شويه ديال الثوم. هادو هما لي زيبيس. دابا غادي نقطعوا هاد الشيء وغادي نديرو في المقلاه. بون، دابا كما قلت لكم هنا بصيله مشلضه، قريعه حتى هي مقطعه صغيره، فليفله خضراء مقطعه صغيره، هنا عندي البواغو، وهنا فلفله حمراء. جبنا هنايا كنجيوها كنديروا على البوطه، كنديروا على شويه الزيت، بلديه ولا روميه ماشي مشكل. وميلانج، كنزيدوا على التوابل. كنخليو كلشي كيطيب مره واحده على ما يذبل شي شويه. كنزيدو الكفته، كنزيدو القزبر ومعدنوس، اللي عنده شي اعشاب مناسبه كزعتر او ازير مزيان، حتى هما كيصلحو، كيعطي واحد اللذه مزيانه. هنا كنخليو يطيب شي شويه، غير كينزل شويه كنزيدو الكفته. هنا غنزيدها بشويه بشويه، الملح حسب الصحه ديال كل واحد، اللي كاين اللي ما كيبغيش الملح بزاف ما كيتقبلهاش. نجهزها شويه النار غير تتنشف الخضره، من بعد غادي نقص عليها ونخليها تطيب. هي مقطعه رقيقه، غادي تطيب في ساعه ان شاء الله. هنا
باش ما تكورش الكفته كنعجنها. كنستمروا في التحريك شي شويه حتى كتنسجم الخضر مع بعضها مع ديك التوابل. نخليوها شي شويه طيب، غادي نزيد عليها قزبور مع الهنوس. مشاهي الالوان كتصر العين، كاع الالوان اللي كتكون هكذا كتكون فيها فيتامينات و دي زوليغو اليمون. انا درت الالومنيوم دائما في رمضان كندير الالومنيوم، غسلتها مزيان لان الصراحه كانت موسخه، سي نورمال موسخه باسكو كنطيبو فيها. انا عندي واحد الصديقه ديالي شاريه كومبين غاز كطيب فيها، علاش؟ باش كتخلي البوطه نقيه، وإلا ما كانتش الكازينيير كنطيب فيها وكنوسخها وكنمسحها علاش غادي تصلح؟ واحد النهار غادي يطلع لي في الدم بغي نشونجيها. اللهم نطيب فيها ونوسخها ونمسحها وكل شيء. انا ما كنبغيش كومبين غاز حيت واحد المره كان تفضوا وجيت انايا بنت خالتي بغينا باش نشعلوها، كانت عندنا فيها ديك لالون ولا لامب فيها البريكي، هي جات خشات لا لامب وهي تشعل فينا العافيه. هوغوزمون ك جا السيد اللي عتقنا داكشي. نورمالمون كومبين غاز انا ما كتعجبنيش. اللهم نطيب في البوطه الكبيره نوسخها ونمسحها وكلشي. دابا انا درت لها واحد التفريكه مزيانه حيت كانت هنا فيها شي مازال داك السكوتش مع الطياب كتلصق فيها ديك لاغريس، دونك انا نظفتها من مزيان درت لها الالومنيوم باش كيبقى باش كتحتفظ شويه وصافي. كومبين غاز الا للضروره القصوى، مثلا تسالى لك الفرع هذا الغاز او شي حاجه دونك كتستعملها، سينو ما كنستعملهاش انايا ابدا. مازال الواحد يشري داك الغيشو الكتريك اون كاد يورجونس ولا سالات البوطه على غفله وما كانتش دوبل ولا هذا، دونك ممكن يستعمل الكتريك. سينا كومبين غاز غير بلاش. يسمعوني مالين الغاز ما يعجبهمش الحال. هانا الوينات المشاهية اللهم اني صائمه. بون هادي لا فارس ديالنا هي طابت. اور دو فو كنزيدو خارج النار كنزيدو شويه ديال الفرماج كيعطي واحد البنه مزيانه، دونك كنخلطوها صافي. كنخليوها جانب كتبرد على ما نصوبو لاباط نورقوها. نخليوها تبرد شويه باسكو مازال سخونه. صافي غادي نبداو ندير غير الهريسه. صافي كنبقاو نورقو نورقوها مزيان حتى كتولي شفافه. دونك انا ورق هاد الاولى هادي كنجي هنا كنطوي معاها كنطويها كنطوي عديها كنطوي شويه من هنا من الجناب صافي. كنكمل كنجيب لافارس ها
هذه غادي نديرها شكل دائري، كل واحد كتبقى على حسب شنو كيبغي. نجي هنايا نديرها هكا، انا غادي نديرهم دابا في لو فور. هاد الطوال درت عليهم البافو، هاد المدورين درت فيهم الفرماج غابي والبافو. غادي نحطهم هنايا 30 مينوت ونشوف. غادي نشعل عليهم الفوق والتحت، درتهم في اعلى درجه، ديك الساعه نقص عليهم. فوالا، ها هما النتيجه. منين خرجتهم من الفران درت فيهم شويه فرماج، زوقتهم بديك الوريقه د ازير كروستيون. دابا رمضان مازال ما دقتهم، مي تبارك الله ما شاء الله جو فنين، لان ديجا انا مجرباهم دونك راه كيجيو كروستيون ولذاذ بزاف. ديك لافارس اللي درنا ما غتزيدهم الا روعه ولذة. نتمنى ان شاء الله جربوه، ساهلين فيهم خضيره، مهمين خضيره في الفلا بصله كلشي داكشي زوين، زائد الفرماج راه ما غادي يعطيو الا اللذه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. شكرا لكم، بون فطور. هنا عاد غادي نمشي نوجد دابا الطبيله. قناة الأميرة بلقيس تتمنى دعمكم بالضغط على زر لايك، ابوني الى عجبتكم الوصفة، ما تنسوناش من اللايك. ميرسي بوكو، رمضان كريم، الى اللقاء.